أكورد جبالي. مالك؟ يلا كتحت ما كوي يا وائل على المنصة لو سمحتوا. ما عدا المرافق، المرافق خليه. مساء الخير للجميع، يعني باسم أهل جنين كلهم، وإلنا الفخر إن نوقف على منصة عريسها رائد الأشقر اللي قعد بسجن الاحتلال الإسرائيلي 15 عاما. فكل التحية لعريسنا الغالي رائد. وخلينا نبلش بفكرتنا، بدنا شوية هدوء بس. وخير ما نبدأ دعاء بصوت الشيخ ماهر المعيكلي. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا يا من تسمع كلامنا. بعد الكلمات الطيبة، لا دعاء هذا، في قصة عزمني الرسول اللهم صل على سيدنا محمد، انقتل حارثة، حارثة انقتل بالغلط بحرب بدر. امه صارت تعيط عليه، فاجى النبي شو كلها صوت الشيخ محمد العريفي. كلكم بتعرفوا العريفي؟ مع تحيات تسجيلات الجبالي. قال ويحك يا أم حارثة، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم أخبار وأسرار، وأسرار وأخبار. وين الكاف؟ فرقة العاشقين، فرقة العاشقين غنوا لثلاث شهداء عدمهم الانتداب البريطاني، اللي هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير. 68. نسمع شو غنوا لهم. كانوا ثلاثة رجال، سابقوا عالموت أقدامهم عليت فوق ركبة الجلاد، وصاروا مثل يا خال، وصاروا مثل يا خال طول وعرض البلاد. يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا 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 عين. نهوى ظلام السجن يا أرض كرمالك، يوم تندهي بتبين رجالك. يوم الثلاثة وثلاث يا أرض ناطرين، مين اللي يسبق يقدم روحه كرمالك. ومن سجن عكا وطلع الجنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي. جازي عليهم يا شعبي جازي، المندوب السامي وربعه عمومة. ومن سجن عكا مع تحيات تسجيلات الجبالي. جازي عليهم يا شعبي جازي، ما
قلوب السامي وربعه عمومه محمد جمجوم ومعطى الزيري فؤاد حجازي عز الذخيري انظر لمقدر والتقاديري بحكام الظالم تايع دمونا جاي اخوتي واخواتي معكم نصر اللحام في جولة في حفلات الضفة الغربية نحن الآن متواجدون في عزبة الأشقر هي من الأشقر صح؟ نحن الآن سعداء في هذا الجو الجميل نقول لأسيرنا المحرر الذي قبع في سجون الاحتلال 15 عاما لرائد الأشقر ألف مبروك وربنا يتمم لك على خير أخوة ننتقل إلى التلفزيون الآخر نعم إلى التلفزيون الآخر كلمة للشهيد الراحل أبو عمار رمز الشعب الفلسطيني وإن في القدس قوم جبارين وفي قلقيليا الأبية وفي عزبة الأشقر نقول لكم أهلا وسهلا بكل الضيوف ويا جبل ما يهزك ريح واللي مش عاجبه يشرب من بحر غزة صدام حسين صدام حسين اليوم حضرت له مقولة ميحة تقدر تعطيني أرضية حزينة ولا صعبة حافظ حافظ يلا يا حافظ مالك يلا حافظ بروح على النادي نازل 5 كيلو طيب خلينا نبلش مع صدام حسين وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى ان واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من أسره ما يسوى مصر الرسول ما يسوى شو وقت تهتز الشوارب لو بس أدري شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتقمون إذا أقدس المقدسات ما ينتقمولها مع ذلك يقولون العرب ما قرينا بالتاريخ ان العرب يتحمل مثل هذه المهام شو وقت اليهود صاروا شجعان بالتاريخ طول عمرهم اهل زوايا مظلمه اهل فلس ابو بريص احسن منهم ينبغي ان يوضع حد للصهيونيه على العرب ان يصحوا عليهم ان يصحوا كافي يقبلون اهانات كافي يقبلون إهانات من أمريكا والصهيونية كافي ضعف والله أكبر وعاش العراق وفلسطين شوف اللي بعده بيتنا كف حلو ومرتب لقائدنا أبو مازن قلت لك بشكير لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وين الزاكف الحلو إلو نحن قلنا أننا سعداء اليوم بحضورنا هذا الحفل الكريم ونقول لأسيرنا المحرر رائد الأشقر أننا معك ودائما نقول وفي الأمم المتحدة قلنا أننا نريد الدفاع عن شعبنا وعن دولة فلسطين وأنها عاصمتنا الأبدية القدس الشريف ولهذا نحن هنا اليوم
علي دار علي بالسجن اسمه. الله يفك أسره يا رب. أجا معانا برضو يصور هون تلفزيون فلسطين، يصور حفلة رائد الأشكر. نحن الآن في عزبة الأشكر، أتينا من مدينة رام الله لنبث لكم هذا العرس الوطني. رائد الأشكر هو أسير سابق قبع في سجون الاحتلال أكثر من 15 عاما. علي دار علي من منصة العريس. قلقيلي. طيب الجزيرة نشوف جميل عازر اختيار البقعد الجنابي. إذن مشاهدينا نحن الآن في قلقيليا، مشاهدينا نحن الآن نبث هذه الحلقة من استوديوهات قناة الجزيرة في عزبة الأشكر، ونقوم بالاتصال على السيد أبو عمار شقيق الأسير المحرر. سوف نقوم بالاتصال. رنوا على جواله. زوال مرحبا، لا يمكن الوصول إلى أبو عمار حاليا، يرجى المحاولة فيما بعد. ويلكم تو أبو عمار. طبعا الوطنية. أهلا بكم بالوطنية موبايل. عذرا أبو عمار مش فاضي. طب الاتصالات الفلسطينية. الاتصالات الفلسطينية مرحبا، أبو عمار مش فاضي، وإذا بترد تحكي عنه أخرى مرة بضحيكي من الحفلة. تامر المسحال، كلنا بنعرف تامر الحسماء المسحال، أيام حرب غزة مذيع الجزيرة. تعرفوا؟ نحن الآن تحديدا في قلقيليا، تحديدا في عزبة الأشكر، أتينا اليوم لنقول لعريسنا الذي أمضى أكثر من 15 عاما داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونقول له باسم الجزيرة وباسم القنوات ألف مبروك، وأتينا اليوم لنقول ونشارك هذا الفرح. تامر المسحال، الجزيرة، قلقيليا، غزة، موسكو. الأفلام الهندية، هاي نكتة شوي سريعة عن الأفلام الهندية. أنا بطل هندي، نفرض كان أنتوا كلياتكم ضدي. اسمعوا شو تقول، ركزوا فيها. أنا بطل هندي وأنتوا كان كلياتكم ضدي. قال باجي واثق من حالي، يعني بتعرف البطل الهندي بقتل الواحد المجموعه كلها. باجي قال واثق بحالي. اي ترى تزادن درجن برغندي اوس درجن برغندي درجي. بيجي واحد منكم بيضربني عصاي من وراي وانا مش منتبه. اي بسرعه روح الدار قبل لا. مع تحيات تسجيلات الجبالي. اللمبة. السلام عليكم يا بن عدمين، انا سعيد جدا النهاردة بوجود وسطكم، وحب اقول لحبيبنا رائد الف مبروك العريسنا الغالي، ورح نغني غنية ونقول بس بتعطوا باور. حبيبي خسارة جايب لي المرارة ومعلي الحرارة، الطعام الصداع بعيونك يا رائد شقاوة بتقبل الغباوة. وده النعم معلم بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين الكف؟ أبو الفرجين. طيب كلكم بتعرفوا حلقة أبو الفرجين لما جاب الدجاجة ودخليها تبيضي. صبيب وينو؟ جاب الدجاج شوفوا كلها. شوفوا كلها. اسمعوا يلا بدك تبيضي بعينك الله. شد حالك.
اسمعي بدك تبيضي خوا، شد حالك، عصي عصي بدك تبيضي 20 شكل حكي الكرتوني. يلا حبيبتي بعينك الله، يلا هاي صار مقضين الظهر ثلاث بيضات. اسمعي بدك تبيضي خوا هيك مزاج، انا شد حالك. مو اسمعي ما يا انت بتبيضي، يا انا ببيض يا الجبال بيجي بيض. طيب ناخذ اخر شيء، المصارعة على القنوات المصرية. شو بقول لك هذا المصري؟ الله يا عم الشاو بيدي له بالبنية، يا سلام عليك يا جون سينا. الله يا عم الشاو بص 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 بص، يا سلام عليك. الله يا عم الشاو، وشكرا لكم، وان شاء الله بنشوفكم على خير، والف مبروك لعريسنا الغالي. طبعا بنحييكم اخر شيء باسم ابو الفراجين وحبيبنا نمر، هاي هديه منه لخاله ومن كل الناس اللي بيحبوه. وش بدك اخرى؟ خلاص تصبحوا على خير. شكرا لكم.